تحرص الإدارة العامة للمرور على إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات مرورية تضمن الدقة والسرعة سرعة الإنجاز، من بينها خدمة الفحص الفني للمركبات بهدف تقديم خدمة متقدمة للمواطنين والمقيمين. تجسيدا للشراكة المجتمعية على أرض الواقع وفي إطار التعاون مع القطاع الخاص كفكر اقتصادي ومجتمعي متقدم، عملت الإدارة العامة للمرور على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر مشاريع واعدة، كان من بينها إسناد الحوادث المرورية البسيطة إلى شركات التأمين، وسبقتها بالعمل على تسهيل خدمة الفحص الفني للمواطنين والمقيمين عبر إسنادها للقطاع الخاص من خلال مراكز خدمة معتمدة وبإشراف مروري على مدار الساعة. طبعا مركز المؤيد مركز واسع متطور بالأجهزة، عندنا مساحة واسعة للمركبات الثقيلة من ناحية الباركات، وعندنا أكثر من جهاز لفحص المركبات الثقيلة بحيث تكون صالحة لاستخدام السائق. الأجهزة المتطورة اللي عندنا اللي هو أجهزة البريك وأجهزة الدخان وأجهزة الليتات، بالإضافة إلى عندنا تواصل بشكل مستمر ويا الإدارة العامة للمرور بحيث أي شيء في تحديث بالنسبة للقوانين الجديدة نكون على تواصل مستمر وياهم. بخصوص النقاط اللي نركز عليها في خدمة الفحص الفني، فهي النقاط اللي تهم سلامة المركبة، سلامة السائق المركبة، وسلامة مستخدمين الطريق. من ضمنها جودة الإطارات اللي في السيارة، الإنارة والمصابيح في السيارة، عازل الرئية المستخدم في السيارة إذا كان، ميزانية المركبة وهيئة المركبة بشكل عام. من بداية افتتاح المركز في شهر 6 إلى الآن الإدارة العامة ما قصرت، كان في عندنا منفذ فاحص معتمد من المرور متواجد يوميا لتقديم الدعم الفني للفاحصين المتواجدين في المركز، بالإضافة إلى متابعة مع الزبائن لو كان عندهم أي مشكلة يقدرون يراجعون فاحص المرور المعتمد الموجود. طبعا احنا في الشركة الوطنية للسيارات نحاول تكون عملية الفحص عملية سهلة وسلسة بحيث ما تستغرق العملية أكثر من 6 إلى 8 دقائق، طبعا من وقت استلام السيارة إلى تسليم السيارة للعميل، بالإضافة في تواصل مستمر مع الأخوة في الإدارة العامة للمرور من أجل إنجاح عملية الفحص الفني والتأكد أن جميع عملية الفحص هي حسب الاشتراطات المطلوبة من قبل الإدارة العامة للمرور والترخيص. وقد عملت الإدارة العامة للمرور على تأهيل العاملين في مراكز الفحص الفني بالقطاع الخاص بعد استيفاء الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية المعتمدة، وفي الوقت ذاته متابعة دقة الأداء والالتزام بالاشتراطات. منذ إسناد خدمة الفحص الفني لهذه المراكز وحتى تاريخه بلغت نسبة النجاح 95.3، أما بالنسبة للمركبات التي لم تجتاز الفحص الفني فقد بلغت 4.7%. تعمل هذه المراكز وفقا لكافة إجراءات الفحص والأمن والمتانة وبإشراف ورقابة الإدارة، وهذه الأمور تتعلق بالسلامة المرورية وعلى سلامة سائق المركبة ومستخدمي الطريق، مثل عدم صلاحية الفرامل وعدم صلاحية الإنارة وعدم صلاحية قاعدة المركبة. وتطمن الإدارة العامة للمرور الجمهور بأن هذه المراكز تحت إشراف ورقابة الإدارة. تبقى السلامة المرورية غاية نبيلة تتكاتف الأطراف المعنية لتحقيقها، ويأتي في القلب منها تقديم خدمات مرورية عصرية وسلسة.